يميل الناس لأن يكونوا عقلانيين في تقييم ديانات الآخرين، لكن هذه العقلانية تختفي عندما يتعلق الأمر بدياناتهم. سيسخر المسلم مثلا من عقيدة التثليث، لكنه سيدافع بقوة عن ادعاءات الفقهاء أن الله يجلس على عرش يحمله ثمانية ملائكة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ليلبي دعوات المسلمين. وسيسخر من ادعاءات مشي المسيح على المياه، لكنه مقتنع كل الاقتناع أن النبي محمد سافر إلى السماء على ظهر دابة بجناحين، وسيرى تقديس الناس لتمثال بوذا الضخم غير معقول ولا مقبول، لكنه يتعامل مع تقديس وتقبيل الحجر الأسود كمسألة مفروغ منها. وسيدين الحروب الصليبية، لكنه سيحتفي بالفتوحات وغنائمها وضحاياها، وسيرفض سيطرة الكنيسة واستبدادها بأجساد الناس وأرواحهم، لكنه سيدافع باستماتة عن حاكمية الدين، الحكم بالحق الإلهي والاصطفاء الإلهي لعائلة معينة لتنفرد بالحكم إلى يوم القيامة. وستراه يسخر من التطهر بسكوك الغفران، لكنه لا يرى حرجا في دفع التطهر بدفع الزكوات والمكفرات وغيرها من الغرامات المالية الدينية. يجب احترام المعتقدات بكل تأكيد، ولكن هل يمكن عقلانة الدين أم أن التدين لابد أن يظل لا عقلانيا إلى النهاية؟ الحقيقة أن عقلة الفهم الديني بدأت مبكرا جدا في الإسلام على يد المعتزلة، الذين قالوا إن الكثير من الآيات يجب أن نفهمها على سبيل المجاز، مثل الآيات التي تتحدث عن نزول الله ويده ووجهه جلوسه وغضبه وانتقامه. كما أن المعتزلة حاولوا عقلنة ظاهرة النبوة وقالوا إن الأنبياء غير معصومين إلا فيما يتعلق بالوحي، أما تصرفات حياتهم الأخرى فتصرفات بشرية خالصة. جاء محمد عبده في العصر الحديث ليحاول عقلنة بعض الجوانب لا عقلانية في المولود، فقال إن الجن والملائكة والشياطين قد تكون رموزا لقوى روحية أو فوق طبيعية، وإن حجارة من سجيل التي قضت على جيش أبرهة قد يكون رمزا لمرض الكوليرا الذي عصف بالمقاتلين، ولجأ لتأويل حادثة الإسراء والمعراج بصفتها حادثا نفسيا تم في المنام. الدين ثابت، لكن التدين متغير، ونحن نعيش عصرا جديدا يحتاج منا إلى إعمال العقل في كل جوانب الحياة بما فيها الدين. لقد مضى عصر تدين التسليم بلا عقل، وجاء عصر تدين العاقل الذي ينقي الدين من كل شوائب الخرافة والعادات والقيم البالية، ويصالح بين الدين والعقل، بين الجسد والروح، وبين الدين والعصر، وبين الدنيا والآخرة. متتبعي قناة الشامل الأفاضل، إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إضاءات، على أمل اللقاء بكم مجددا في إضاءة فكرية جديدة. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.